أولا عبد الرحمن أخوي اعتقل في شهر 2/2023 وكان موجود في سجن مجده، ظل على قيد التحقيق يعني أو لم يتم الحكم عليه، هو موقوف كان في سجن مجده. في الفترة اللي أعلنوا عن استشهاده احنا علمنا بس من وسائل الإعلام، يعني ما تواصل معنا أي جهة من السجن تخبرنا عنه عن استشهاده. لما أعلنوا في 13/11 عن استشهاد أسير في السجن بالمواصفات اللي بتنطبق على أخوي عبد الرحمن، احنا صرنا نسأل، سألنا الصليب الأحمر ما عنده معلومات، سألنا هيئة شؤون الأسرى برضو ما حدا خبرهم بشيء، فتم تقرير يعني تقدر تقول تستر على الاسم لثاني يوم. ثاني يوم لما عرفنا احنا بس عن طريق الارتباط العسكري انه هو عبد الرحمن اللي كان مستشهد. طبعا عبد الرحمن عملوا له تشريح، وفي الدكتور اللي طلع تقرير التشريح بيبين فيه بوضوح يعني انه تعرض لتعذيب قاسي ادى الى استشهاده، واثار الضرب والكدمات والكسور موجوده على كل انحاء جسمه. وفي برضه في التقرير إشارة لأنه تعرض يعني في التقرير بيشيروا لتقرير للشرطة إنه تعرض للتقييد القسري لمدة 6 أيام متواصلة، وهي بحد ذاتها جريمة، يعني جريمة بيقترفها الاحتلال اللي بيدعي إنه هو الديمقراطي الوحيد في الشرق الأوسط. وتبين إنه حاليا بيمارس ممارسات اللي بنشوفها إحنا على الواقع في غزة وفي عنا، ممارسات يعني ما كانتش موجودة في القرون الوسطى أصلا، وبعرفش كيف بدي يذكرها التاريخ. ايش يعني احنا الجميع بيطالب في القانون الدولي والعالم، والله احنا اللي احنا بنشوفه حاليا انه العالم كله مع اسرائيل متآمر علينا للاسف، وهي قناعه احنا كشعب فلسطيني اعتقد الجميع صارت عنده مترسخه، واللي بيقتنع بغير هاي القناعه يعني ان شاء الله انه بتزبط معه. احنا ما زبطتش لحد الان معنا والحمد لله على كل حال. طبعا احنا اول شيء بنطالب فيه انه يعني الممارسات اللي حاليا في السجون بحق الاسرى كلها تتوقف. يعني احنا عبد الرحمن صح اخوي، باقي الاسرى كلهم اقاربنا واخوتنا واحبابنا، يعني في اولاد عم 3 برضه معتقلين في الحرب هاي اعتقلوا، برضه اكيد بتعرضوا لنفس الممارسات. يعني هي اللي بيستشهد بس اللي بتيجي ضربه قاضي، اما الجميع معرض لنفس النتيجه اللي تعرض لها عبد الرحمن الله يتقبله ويرحمه. بنطالب برضه بتسليم جثمانه وباقي الشهداء، والله يلطف بشعبنا يعطيهم العافيه. انا بس بدي اوضح ما لم يوضحه اخي ابراهيم، انه احنا من اليوم التالي لاستشهاد الشهيد عبد الرحمن توجهنا للمحكمه الاسرائيليه في الخضيره التي اتخذت قرار بالتحقيق والتشريح. وكان في التقرير الاولي الموجود من طبيب سجن مجده انه قد يعني يوجد اثار لكدمات، ثم تعمق التحقيق والإجراءات إلى أن اتخذ يوم أول أمس، لأنه قضية الشهيد عبد الرحمن بينة واضحة غير ملتبسة، لا يستطيع أن يلفق أو أن يضلل أحد، اضطروا لفتح تحقيق، فتح تحقيق مع السجانين الذين مع سجن مجده، يعني مع إدارة سجن مجده. وهذا ربما يكون فاتحة لتحقيقات أخرى حتى يتضح للسجانين أن بن غفير الذي قال لهم أنكم محميين ومحصنين من أي مساءلة سوف تضطر إسرائيل لمحاكمتهم ومساءلتهم، ليس لأنها تحولت إلى دولة ديمقراطية لكن لأنه الشمس تتغطاش بغربال ومضطرين أن يفعلوا ذلك، لأنه فيش أي سبب، يجب أن يتحدد سبب واضح في الملف لسبب القتل. فسيتضح لاحقا انه لا بن غفير ولا احد يستطيع ان يمنح حصانه للمجرمين القتله. يعني في قضيه الاخ عمر دراغمه الذي لم يكن الشهيد لم يكن يشكو من شيء، ولكن احد السبب الرئيسي انه وجدوا ان عنده نزيف داخلي. هذا النزيف الداخلي يعني حيثما وجدت اسرائيل قدره على التهرب من استحقاق انه قتل قتلا، يعني في حاله الشهيد عمر دراغمه انه في عنده نزيف داخلي، والنزيف الداخلي قد يكون بسبب ازمه بسبب جلطه، مع انه قبل ساعتين من استشهاده كان موجودا في المحكمه، وسالوا المحامي كيف وضعك الصحي، ممتاز، فكيف ممتاز وبعدها بيكون عنده نزيف ويستشهد. في حاله مثلا الشهيد عرفات حمدان، عرفات حمدان يبدو انه استشهد نتيجه انه بيعاني من مرض مزمن للسكر،
لم يسمحوا له بأخذ الدواء. هو قعد 48 ساعة في السجن، بعد 48 ساعة استشهد، لم يسمحوا له بأخذ الدواء، وضعوه في ظروف قاهرة، ربما اعتدوا عليه، لكن وفاته ما كانت نتيجة الاعتداءات كما في حالة الشهيد عبد الرحمن، وإنما لعدم إعطائه الدواء لأنه عنده سكر. الشهيد ماجد زنكول نفس الشيء، يعاني من مرض سرطان وعنده أدوية بأخذها في مواعيد محددة. لما اعتقلوه وهو من غزة الدواء كان دائما معه، رموا الدواء، لا خلوا دواء معه ولا أعطوا دواء داخل السجن. طبعا واحد عنده سرطان وعامل عمليات وما خدش الدواء استشهد مع الوضع القاهر، هم السبب المباشر. يعني مش كل حالة، في حالة الأخ ثائر أبو عصب سيتكرر نفس الشيء مع عبد الرحمن، مع شهيد عبد الرحمن. فإحنا يعني المواضيع قد متابعة، لكن كل عمليات الاستشهاد تتحمل إسرائيل المسؤولية المباشرة عنها، سواء بسبب إهمال طبي مقصود أو بسبب اعتداء مباشر. بالنسبة للقضاء الإسرائيلي، أما وأن القضاء الإسرائيلي نعتبره جزء من منظومة الاحتلال وذراع طولة من أذرع الاحتلال ولا نثق به، ولكن على قاعدة من فمك أدينك، إسرائيل أحيانا من بين كل 100 قضية، من بين كل 50 قضية حتى تؤكد صورتها الكاذبة، فبتسمح يعني تتجاوز الضوابط الموضوعة لها من المؤسسات السياسية والأمنية، فبتحاول إنها تظهر كأنها تبحث عن الحقيقة. لكن المستندات والوثائق التي ستتوفر لنا من لمجرد متابعتنا للقضية قانونيا سوف تساعدنا في إعداد ملف حقيقي يستند إلى معطيات على قاعدة من فمك أدينك، يعني قيمة الوثيقة الصادرة عن مؤسسة طبية أو شرطية أو قضائية إسرائيلية في ملف يقدم لمحكمة الجنايات الدولية ستكون ذات قيمة، بحيث لا يصعب على الإسرائيليين دحضها أو التنكر لها. وعشان هيك إحنا منتبع وليس ثقة بالقضاء، ربما نحن من يدعو إلى موقف وطني بمقاطعة كل ما يسمى بجهاز القضاء الإسرائيلي في إطار موقف وطني. بالنسبة لأسرى غزة، نحن نحاول، إسرائيل لا تفسع عن عددهم، ونحاول إسرائيل حتى لم تحدد الوضعية القانونية لأسرى غزة. يعني إسرائيل مرتبكة في هذا الموضوع، إذا لاحظتوا لما اعتقلوا العمال، وزارة العدل التي يقودها يريف ليفين، الشخص المتطرف الذي كان يريد أن يعمل انقلابا قانونيا في إسرائيل وكان عامل كل هالليلة في إسرائيل، احتجت وزارة العدل إنه روحوهم لأنه مش عارفين ضمن أي صيغة قانونية. إسرائيل تعتبر قطاع غزة كيانا معاديا، يعني ما بتعتبر حالها دولة محتلة، العالم بيعتبرها دولة ما زالت تحتل غزة، لكن إسرائيل بتعتبر حالها طلعت سكرت الباب وأخذت المفاتيح ورجعت على تل أبيب، بفكروا أنه هذا جردهم من المسؤولية. فلذلك هم مربكون فيما يتعلق بوضعية، طب ماشي لنفترض على أن المقاومين من غزة الذين يعتقلون في ميدان المعركة قرر لحاله يؤف جالنت أنه يعتبرهم مقاتلين غير شرعيين، طب والمدنيين ضمن أي صيغة؟ هل أنت قوة احتلال مباشرة ولا لا؟ قرر. طب إذا كنت قوة احتلال مباشرة، لماذا تعتبر أولئك الشباب مقاتلين غير شرعيين؟ يعني إسرائيل داخلة، يعني وإحنا وصفنا سلوك إسرائيل بأنه سلوك أعمى، هناك كثير من القضايا التي لا يعني لا تملك إجابة قانونية عليها. ظلت المسألة الأخيرة، وأنا بشكرك جهاد اللي سألت، وأرجو من الناس جميعا أنه يعني يسمعونا في الموضوع هذا. موضوع الزيارات، إسرائيل قررت المحامين ما يزوروش السجون، في محاولات مؤخرا صارت في بعض المحلات يعني يسمح للمحامين، بيصل المحامي باب السجن، بعد ما يصل باب السجن بيشغلوا جرس الإنذار وبيعلنوا عن حالة طوارئ وبيقولوا له روح. وأحيانا برضو بعض الأسرى أو كثير من الأسرى لا يخرجون لأنهم يعلمون أن كل من يغادر الغرفة وهو عائد بعد ما يشوف المحامي أو بعد ما يروح يقضي أي حاجة يعتدى عليه في الطريق. فلذلك أنا أنصح العائلات، عائلات الأسرى، وبقول لهم جميعا نحن في خدمتكم ومحامونا في خدمتكم، طنيب عليكم، نترجاكم، ما حدش يدفع ولا قرى للمحامين، إحنا مستعدين، يعني هاي مسؤوليتنا. هسا في البعض بصير تصدير أوهام وإنه قدر فلان وما قدرش فلان، طب ما إحنا مش لما يعني مش معناها إنه المحامين اللي عاملين معانا مستوى الزيارات صفر، لا، زرنا في مجد وزرنا في عوفر وزرنا في جلبوع وفي الدامون وفي ريمون وفي نفحة، زرنا
وفي النقب، لكن قليل الزيارات. هسه لما بيسمعوا الناس انه في احدهم زار بنشعوا عليه، فبصير كلهم 20,000 و15,000 و7,000 و8,000. حرام، هاي مصاري بتتبدد على الفاضي. فلذلك نأمل من الناس الجميع التوجه إلينا، وإحنا بالنسبة إلنا أكثر لهفة على الزيارة، بدنا نطلع، بدنا نعرف، بدنا نجمع شهادات.